النهارده عيد الحب، كل سنه وكل القلوب سعيده وقادره تحب. اللي مرتبط واللي في انتظار ما سوف يجيء ان شاء الله، اللي بيتمناه كله يا رب يرزقه احلى ما يتمنى. ودايما نخلي بالنا من اللي بنحبهم في كل يوم، مش بس يوم عيد الحب، كل يوم كل لحظه والمواقف هي اللي بتقول نعمل ايه، او هي اللي بتقول احنا مقدرنا قد ايه. وزي ما قالت ليلى علوي كلمتها المقصوره في فيلم حب البنات، الحب ممكن يكون للاب، للاخ، للصديق، للجار، واحنا كمان بنتمنى لكم ان انتوا تستمتعوا بقيمه الحب وبعطاء الحب مع كل اللي حواليكم. بمناسبه الحب وبمناسبه انها ترند وبمناسبه ان الجمله بتاعتها دي كل سنه فعلا بتبقى هي متصدره المشهد، معانا جميله الجميلات ويعني سيده الحب والرومانسيه على الشاشه الجميله ليلى علوي. صباحك حب. صباحكم حب وايامكم حب، مش النهارده بس، يا رب على طول كل الحب للخير والسلام ولنفسنا قبل لاي حد، لان اللي ما بيعرفش يحب نفسه ويسعد نفسه مش هيعرف يحب حد ولا يسعد حد. وزي ما انت قلت يا سهير، ان الحب ده مش ما بين الرجل والمرأة بس، لا، الحب ده لبيتنا، لبلدنا، لأمنا، للأب، للأخت، للجار، للأصدقاء اللي هم نعمة كبيرة قوي قوي قوي، للزرع بتاعنا، للشمس، للمطر، لكل حاجة. ان احنا بنمتن، انا بحب الحب وبعيش بالحب وبدعي دايما ان ربنا يعني يخلي كل القلوب عندها حب وعطاء للغير، لان لما بتسعدي حد انت بتبقي سعيده. العطاء في حد ذاته أروع أفعال الحب، وهو كمان زي ما أنت قلتي بينعكس بالسعادة على اللي بيدي هذا العطاء. الجملة بتاعتك اللي هو تقريبا ليه هي بقت يعني ديمو كل سنة؟ لأن هي بتعبر، أو الناس بيشوفوها بتعبر عن السناجل، مش شايفين إنها بس هي قيمة في حد ذاتها، يعني فكرة إن الأخ، الصديق، الجار، اللي هل انت شايفه ان الفكره دي ما كانتش وارده قوي في الجمله دي؟ يعني رايك ايه ان الجمله دي في كل عيد حب دايما متصدره؟ بصي، هو فيلم حب البنات ده من الافلام الطيبه الجميله اللي بتسعدنا كل مره ما بنشوف فيها. حلو تعبير يعني الطيبه ده، الفيلم كلها فيلم طيب، ده تعبير جميل زمان، الابيض بيسود كده. والجملة دي كانت من القلب، وبتنفع لكل الناس، السنجل واللي مش سنجل. يعني أنا عارفة إن معظم الناس بقت سنجل دلوقتي، لكن الحب ده بيدي طاقة إيجابية، مش لازم زي ما أنا قلت في الأول يبقى ما بين الراجل والمرأة بس، لا، مع كل حاجة في حياتنا. واحلى حاجه ان انت ما تعمليش غير اللي بتحبيه. يعني انا فاكره في المشهد ده ان هي كانت بتعمل التورته بمناسبه عيد الحب، انك تعملي حاجه بحب ده بيبقى سعاده. والصح واللي يطول العمر واللي يحسن الصحه والنفسيه، واحط تحت النفسيه دي ثلاث شروط، ان محدش يعمل حاجه غير وهو بيحبها.